السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. إن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم حريشات في الفران. كيكونوا حريشات صغارين فرديين، كيجيو مشقين وكيجيو بمذاق زوين وكيكونوا رطبين. بالنسبة للمقادير كنحتاجو كاس ديال سنيدة، جوج كيسان ديال السميدة اللي كنديرو بها الحرشة، جوج خميرات حمرين، كاس ديال الزيت عامر، هنايا نص كاس ديال الكوك، وبيضة واحدة، وجوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الفريز. انا عندي ديال الفريز، تقدر ديري اي كونفيتور عندك ديال المشماش ولا اللي كان متوفر عندك في الدار. كنحتاجو لدانون فاني وشوية ديال الملحة. بالنسبة للملحة غير قبيسة هاد الملحة، يعني ماشي بزاف. ندوزو دابا للطريقة. الاول كنديرو السميدة، هي الاولى بالنسبه للسميده. راه كما قلت لكم راه السميده الرقيقه اللي كنصيبو بها الحرشه ماشي الغليظه. كندير قويسه ديال الملحه، وكنخوي كاس ديال الزيت، كنبسبسو السميده ديالنا حتى كتشرب هذاك الزيت. الا كان عندك الوقت تقدري تخليها واحد ربع ساعه بلا ما تشرب الزيت ديالها مزيان هاد السميده، وعاد تضيفي المقادير الاخرى. انا غادي نخليها واحد ربع ساعه ونغطيها ونخليها بلا ما ندير ليها لا سلوفان لا والو، نخليها غير هكا باش تشرب داك الزيت مزيان، عاد ونتلاقاو باش نضيفو المقادير اللي باقا لينا. من بعد ما دازت ربع ساعة نخدم غير بيدي بلا ما نخدم لاسباتول، غادي نضيف مقادير لي أخرى، الكوك وسنيدة. وديما كنحركو كنجمعو العجينة ديالنا. بالنسبة لهاد العجينة ديال السميدة ما كندلكوهاش، يعني كنخدموها غير بطراف ديال الصباح. من بعد نضيف الكونفيتور اللي عندنا، دانون ديال الفاني، البيضة، ونضيفو في الأخير خمارة حمراء جوج. صافي، وكنجمعو هادشي كامل. كما قلت لكم راه ما كنعجنش، انا غير كنجمع غير بطرف ديال صباعي. صافي، غير بحال هكا، ما كنكتروش عليها اليد بزاف. دابا غادي نشكلها كويرات نغسل يدي، ونجيب شويه ديال السميده فاش غادي نقرص هاد الحريشات الصغار. انا درت هنايا شويه ديال الكوك وشويه ديال السميده، الا ما عندكش الكوك تقدري ديري غير السميده بوحدها. كنخلطوهم هنايا فاش غادي نقرصو هادوك الحريشات اللي عندنا. كناخدو كميه القدر اللي بغيتي، القياس اللي بغيتي، بغيتيهم كبار تقدر ديرهم كبار ولا غير صغارين. قدوهم مزيان،
نغطسه. نحاولوا معها، راه كما كتعرفوا راه السميده راه كتحل دغيا. صافي بحال هكا، وكنديروها في اللاطه. هكا الا ما عندكش الكعير ديال الزبده دي غير دهني بالزيت. نديرو وحده اخرى، هما الحريشات كملتهم كاملين. دابا غادي ندخلهم للفران. انا الفران شعلته من قبل، شعلت الفوق بعدا باش يتشقوا ليا من الفوق، عاد يطيبوا كي يتشقوا من الفوق ويطيبوا من الفوق عاد نشعلوا لهم من التحت. ملي كديري هذه الطريقه قبل ما تدخليهم للفران، حاولوا نبركوا عليهم غير هكا، غير هنا في الوسط بحال هكا، عاد ندخلهم يطيبوا. انا ندخلهم للفران ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيبوا لينا. هما الحرشات وجدوا من بعد ما طابوا، خرجتهم من الفران وخليتهم في اللاطه حتى بردوا مزيان، عاد حيدتهم. هما كي كيجيو مشقين وطايبين من هنا ومن هنا، هما وكيجيو هشاش ورطب كما كتشوفوا. نتمنى تجربوهم، هما طايبين وراه ساهلين، يعني مقادير بسيطه وكيوجدوا دغيا كما لاحظتوا. وشكرا لكم على المتابعه كالعاده، والى فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله.